نداء نحب نوجه للرئيس، رئيس الجمهوريه، القرارات اللي خرج بها نهار 25 جويلية. فرحنا قلنا سيء باش ينتصر، باش ننتصروا على الظلم هذايا. رئيس الجمهوريه يقول في عديد المرات يقول اني باش نوقف للناس اللي تنكل بالشعب التونسي، اللي تنكل بالمواطن. يا ترى انتم سي عبد الحميد اللي صورتوهم هذوما مواطنين تونس ولا؟ انا نطالب رئيس الجمهوريه واحده، اول سؤال باش نساله اني مواطن تونسي ولا ساعة؟ انا نحب اثبات هويه. المنطقه هذه منطقه شط سيدي عبد السلام، المنطقه المنكوبه ولايه قابس، نقولوا اندرا تونس ولا مناش تونس الساعة؟ انا نحب رئيس الجمهوريه يرمي ملف التلوث فوق الطاوله. ملف التلوث في قابس ملف حارق وملف كبير وملف فيه لوبيات كبيره وملف شائك. ماك تقول انت هنا باش نوقف للناس اللي تنكل بالشعب؟ هاو سيدي الدوله موش لوبيات، هذه الدوله تمارس الارهاب الصناعي على شعبها. شنو تسميه انت هذايا اكثر من الارهاب؟ اني محرز حمروني يقول ارهاب دوله، ارهاب تسلط فيه الدوله على شعبها. الى متى رئيس الجمهوريه يا سي قيس سعيد؟ ما قلت سي هنا ولد الشعب وني والشعب يريد الشعب. احنا في قابس عندنا قرارات، احنا ما طالبينش منك حاجه جديده. قرار 29 جوان 2017 التطبيق والتنفيذ، البلاصه موجوده، البلاصه موجوده. يا زينه هو يخدم في 4000، يخدم في 4000 واحد خويا نح تنحى هو جرب حولوه تراه كيفاش شرع تو يخدم 40000، تو يخدم 400000، 400000 ساكن في قابس راه دمرنا ملف البيئي في قابس. هذه الفلاحه اما ايش نقولوا احنا على الصحه؟ احنا يا خويا رانا ما عاد لاقيين حتى حل خويا، لا خدمنا فيه باش نصوروا كرني خويا باش نعالجوا به خويا حياتنا صحتنا فهمتني ونعيشوا به. يا اما خويا شوفوا لنا حل يا خويا. التلوث هذا راهو قضي علينا، راه قضي علينا من البحر، من الجو، من البحر، راه من الدنيا كلها، راه ما عادش فيها، راه والله لا عاد فيها. يا سياده الرئيس اتكلم يهديك ربي، ماك تحارب في الفساد انت؟ هاو الفساد، هاو تعال شوف الفساد انت بعيونك انت يا اخي شوف. ولا باش تقعد للدور اللي كان في الحواش نتاع الولايه الجمهوريه في ولايه تونس غاديك، تعال للجنوب اتفرج يا اخوي شوف. ما تلومنيش بطلك نحرق انا، ولا ما تلومش البركاجات، ما تلومش السراق انت اللي قاعده تصرخ تو. واحد من الناس 4 مبلتات سرقوا لي هني، مناش تمام من الجوع مش لاقيين ما تاكل العباد، اقسم بالله 4 مبلتات سرقوا لي من داري هني فهمتني. اي شنو معناها شنو تستنى؟ راني مش نبدو نفكوا في باي بعضنا اللي عنده فهمتني، يعني نمشي نسرقوه باش ناكلوا حني. شنو معناها شنو تحبوا منا شنو؟ انا واحد من الناس مشكلتي مع الدوله التونسيه. راني نشوف ما ننتمي لحتى حزب، مانيش ضد حتى حزب، لكن فما واقع. جو شوفوه في قابس قضية التلوث في قابس، إلى متى باش تبقى هيك تابوه؟ هاكم اهبطوا تو شوفوا الكم الهائل من الفصفات اللي جايبينها من قبصة، دمار يا معلم. كان أنت عندك الدولة، عندك الفصفات هذايا نقمة، النعمة إني عندي إني نعمة النقمة محرز حمروني نقمة، والمشكلة نتاع قابس كاملة راه هذيا. إلى متى باش يتواصل الظلم؟ سيد الرئيس ميساج شديد اللهجة نوصلوه، راهو كان بتصير مشكلة في تونس كيما ما تقصاش خويا يرحم والديك. احنا نشوف نحاربوا على البقاء، نكون او لا نكون، لا حاجتنا بخدم ولا حاجتنا بحد شيء. اي لكن الناس هذيه هنا فما حاجه، ما وزاره الفلاحه بها صندوق نتاع جوايح ولا؟ هاي جايحه خويا، هذه مش جايحه طبيعيه، هذه جايحه من طرف الدوله. وزاره الفلاحه دوله، هذوما الناس هذوما تو باش نتحركوا خويا باش نطالبوا بجبر الضرر العاجل. شو باش ياكلوا الناس هذوما؟ يمشوا من ايديهم يمشي شوف على السلطات الجهويه تتحرك. ومن هنا ها الرمان، هذايا الرمان خويا، ها الرمان في شط السلام، ها ردوه الرمان في شط السلام. النمو ما فماش، انسانه مع الجيب الصغار، كل يوم نموتوا يوميا يوميا، ندفنوا واحد نروحوا ندفنوه نلقوا شاني مقعمزين والله فلان مرض بالكونسير. فما انواع نتاع امراض من جراء المنطقه الصناعيه هذه ما نعرفوهاش اصل، حتى الطب عجز عليها. الى متى يا خويا؟ عندنا مصيرنا مش يبقى هكا معناها مع الدوله، مرهون مع الدوله هذه، معناها ايش؟ معناها الامراض اللي موجوده في العالم الكل ملخصه، كان تهز واحد من هذوما تخرجوا به العجب العجاب. انا نداء خويا لوزاره الصحه، ما حاره العالم حار في ام هذا دول كورونا، تهز واحد منا قلت له دم تو داويه نضمن لكم، راهو تهزوه واحد من منطقة شط السلام تلقوه مشع، أصلا كانت عطلة لاباري قدامه تلقاه مشع، جميع الإشعاعات تلقاه موجود فيه. خويا راه فدينا برجولية، راهو شوف ماناش باش نسكتوا المرة هذه وباش نتحركوا سلميا، وبعد السلمي خويا كان ما لقيناش حقوقنا، الحق يفتك ولا يعطى.